لك لوران، واهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. يعني عاشق البحار والابحار اذا فينا نقول. قد ايه بتحب البحر؟ انا غرام البحر، يعني مش بس البحر، بحب كثير البحر، بس كل شيء اوتدورز، يعني طبيعه. كنت انا قضي يعني قد ما في اطلع من المدينه، روح خيم او اطلع اعمل، كنت طيران بالمظلات، وهلا البحر صار لي كم سنه. يعني كلنا حابين نسافر نحن وياك اليوم برحله مع عيون بيروت لهالجزر هيدي يلي ذكرتها، طبعا الكاريبيان والجرينادين، هالجزر يلي كلنا بنسمع عنها ولكن في كتار منا ما قدرنا زرناها. يعني قد ايه مهمه هالرحله، وكيف توصلت من مهندس معماري ل يعني صاحب مركب، او اذا فينا نقول عندك مركب خاص كبير تاخذ فيه رحلات حول العالم؟ هلا هي انا اساسا يعني اذا بدك من كوني، لانه اصلا انا مهندس معماري وشغل ورا مكتب وكذا، هيدا من الاشياء اللي بتدفعك كمان تطلع، يعني لان احنا يعني الانسان منه خلقان ليعيش بقلب اوض بتون مدينه. هلا يعني انا بالنهايه مفروض عمر وكذا بتون، بس نحن عم نعيش عندنا شيء ناقص يلي هو الطبيعه، عندنا نقص يعني اذا بدك بقى انا بتخيل انه تا واحد يوصل لاكليبر ليصير انسان طبيعي، اذا بدك لازم يشتغل وكذا ضمن المكاتب او ضمن المدينه، بس لازم يكون قدر الامكان عنده وقت يقدر يطلع على الطبيعه. بقى انا هيدي كانت اذا بدك بلشت كثيرابي اذا بدك، لان انا اطلع على البحر، يعني اذا بطلع افترض بعمل جمعه على يخت شراعي، وهيدا يعني بعدين هلا بنحكي بتفاصيل كيف هي يعني بتصير، بترجع بصير عندك، بترجع فيك تشتغل، فيك ترجع تعيش، بترجلش بقى هيدي انرجي، يعني انرجي ايه بتعبي انرجي بعدين طاقة. ترتاح سلام يعني عندك. نحن لبنان بلد بنحبه كتير حلو كتير، بس في مناطق بالعالم خلابه يعني، وبعدين مهم واحد يقدر يشوف شو في بغير مناطق كطبيعه، كيف هالبلدان الثانيه عم بتحافظ على البيئه تبعيتها، عم تحافظ على طبيعه يعني بعدها بسلام اذا بدك مع حالها. بقى كونه واحد يقدر يطلع ويسافر بهالطريقه اللي هي قوارب شرعيه، اللي هي اكثر طريقه اذا بدك حره بالعالم تتسافر، اما حتى ما عندك طريق بتلحقك، عندك هالمركب الشراعي وعندك اوتونومي كثير كبير، يعني عندك انت لا ما عندك حتى يعني هو في موتور اللي هو حتى تروح تجي فيه، بس انه الهواء هو بيقنع، يعني فيك تبرم العالم كله على هالقارب الصغير اللي هو انت هذا، فعندك حريه تروح على هالجزيره او هاي او هاي او هاي، فبتفتح لك مجالات فظيعه، يعني فيك توصل لمحلات بعد يمكن ما حدا داعس عليها، جزر انت بتقرر تحط الانكر هون، تزت الياطر، تربط، تنزل، تكتشف كذا، فهيدي يعني بتعيشك بشغله يلي هي ناقصتنا انا برايي كثير اكثر واكثر بالطريقه اللي عم نعيش فيها، اللي هي المجتمع بيدفشنا للكونسومشن، بدك تشتري لابتوب جديد، بدك تشتري سياره كذا. قصدك التطور؟ التطور يلي هو صار كثير منيح، بس ذات الوقت عم بيركض، نحن ما عدنا عارفين اذا هو لحقنا ولا نحن لحقينه، عم بنفوت بشيء، عم ننسى الاشياء البسيطه اللي هي احلى شيء، اللي هي بتستمتع فيها، اللي هي الطبيعه، اللي هي الاشياء بقى. هلا انا اللي بعمله يعني انت ذكرت الكاريبيان والجرينادين اللي هن جزر كثير حلوين وبعدهم عندك فيها، فيك تكتشف ضياء، بعض الناس عايشين بشكل كثير بدائي وكثير بسلام مع الطبيعه اللي عايشين فيه. وبعمل كمان هيدي بعملها الجرينادين والكاريبيان ايلاندز، بما انه هودي جزر تروبيكال مناخها استوائي، بعملها بوقت بالشتاء يلي هو بيكون الطقس ملائم، بينما بالصيف مثلا هون هلا عندي مثلا بلش هلا ب 5 جولاي وعندنا كل اسبوع في عندنا انطلاق لرحله نعمل بالبحر الابيض المتوسط، يعني نطلع نعمل تركيا، اليونان، هودي جزر، وفي جزر ولا ما بتتخيل قديش بعدها حلوه، منا الجزر الكبيره اللي هي كثير سياحيه، جزر صغيره يلي حتى ما فيها اكيد لا مطار ولا حتى بور ولا شيء، في عندك مناطق صغيره فيك توصل عليها وبتزت الياطر وبتنزل تكتشف الطبيعه الموجوده فيها. بقى هيدي يعني بين تركيا واليونان هالمناطق هي كلها فيها مئات الجزر والخلجان الصغيره اللي نحن بنروح بنطنط من جزيره لجزيره لكذا خلال اسبوع اللي هي الرحله اللي بنعملها، وبنزور مناطق كثير. يلا هلا طبعا البحار عالم كبير وعالم واسع، منهم بيعرفوا انه بالصيف بنعمل رحلات، ولكن مثل ما ذكرت انه حتى بفصل الشتاء عندنا رحلات. شو المشاهد فينا نشوفهم اليوم؟ شو هن الصور اللي رح نشوفهم هلا؟ طبعا مشاهدينا صاروا متحمسين لموضوع مشاهده هالصور، وين رح نروح هلا؟ نحن وين هلا هون؟ هلا هون هيدي بتركيا، هيدي عم
هيدا واصلين على على الكين. احنا لان بنروح يعني مثل ما قلت لك من جزيره لجزيره، واوقات اكيد ضمن هالاسبوع بنوصل على نعم على على بورات صغيره فيها. انا بهرب من البورات الكبيره اللي هي اصلا ما فيها تشارم، يعني هي كل شيء حلو المرافق يعني المرافق الكبيره. نعم. انا يعني ما بتعني لي كثير، لانه هيدا فيك تروح بحيلا باخره كبيره بحيلا، بينما نحن على اليخت نحن بنكون على يخوت صغار، نحن كذا يخت نمشي مع بعض. نعم. هيدا ها شفت كيف هيدا السيلينج بوت يلي هو اليخت الشراعي يلي بي على كل يخت في 10 اشخاص بيكونوا قاعدين بكابينز، في عنا يعني كل الكومفورت موجود، في كابينز مع حمامات مع مطبخ مع كذا. بس الفكره الافانتاج اللي فيه انه كونه صغير ياسو فيك تفوت على خلجان كثير صغيره ما فيك توصلها بالبواخر الكروز شيبس الكبار. نعم. فهيدا الحلو يعني من واكيد انت بتكون اقرب للبحر اقرب للطبيعه. بنتصيد سمك دائما نحن وماشيين عم نعمل سيلينج. نعم. بنكون عم نجرجر بنطلع سوشي يعني ايه سوشي اطيب شيء. وعندنا باربيكيو، انا عملنا باربيكيو خصوصا. هيدا شفت كيف من تعمل تيونينج للسيلز. حلو كذا. حلو. بعدين الحلو بالقوارب الشراعيه انها كثير 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 قريبه مثل ما قلت لك للطبيعه، يعني انت الهواء منيح بتتاثر فيه بتصير تحس بعوامل الطبيعه. نعم. يعني بتصير انت قسم من هالطبيعه اذا بدك. حلو. هلا اكيد في مثل ما قلت لك في موتور حتى وقت اذا الهواء كثير خفيف او بعدين اجباري على المرافق لازم تفوت وتطلع بالانجن بالمحرك بالمحرك، بينما كل الوقت ليك الدولفينز هون دلفين كثير حلوان. لانه نحن الحلو كمان انه على القارب الشراعي سرعتك منا كثير عاليه، فانا بينبسطوا فيك وانت بتكون ماشي بلا صوت، ما في موتور، الهواء دافشك، بيجوا بيصيروا ينطنطوا بيلعبوا معنا، بيقعدوا اوقات نص ساعه ساعه بيمشوا معنا. طيب الدولفين بيطلعوا فيك بتحس في كوميونيكيشن. بما انه حكيت عن المحرك واوقات بتمشوا على الهواء، هيدا ما بياثر على الايام اللي مخصصه لهالرحله؟ يعني قد ايه عندكم وقت للمحرك وقد ايه عندكم وقت تستعملوا الشراع؟ لا نحن انا البرنامج اللي بعمله انا بعمله على مقياس القارب الشراعي، يعني انا بعتبر ان نحن ماشيين على السرعه اللي بيسمح لنا اياها الهواء نمشي فيها، اللي هي كثير منيحه بس ما فيك تقارنها اكيد بموتور بوت يخت على موتور مولدات كثير كبيره. طبعا والحلو انه الريتم كمان بيبطا، يعني ما هيدا الحلو، لان نحن مثل ما قلت لك نحن بالمدينه عايشين. هيدا ابني الصغير شفته بالقطع بالدينجي بيجي معنا كمان على الاوقات هيدا، فكونه نحن الريتم بيصير ابطا بتصير انت تنبسط وبتصير بتستمتع وبتروق انت نفسيا، بصير في عندك لقد ايه وقت الرحله؟ هيدي اسبوع اسبوع, أسبوع. سبعة ايام يعني سبع ليالي على اليخت اذا بدك، وبنوصل نهار السبت وبنترك السبت، يعني عندك اسبوع من السبت. من وين بتنطلقوا؟ هلا مثلا بالصيف برنامج الصيف بننطلق من مرمريس من تركيا، فالناس اللي بيطلعوا مثلا من بيروت في بيطلعوا في طيارات بيطلع دايركت فلايتس مثلا السبت، في ناس بيجوا من اوروبا او من الخليج او من السعوديه، كل واحد بيجي بطريقته. نحن بيتصلوا فينا بنقول لهم كيف افضل طريقه من محل ما هن تا يلاقونا على البور المارينا الصغيره اللي موجودين فيها اليخوت تبعولنا نهار السبت بمرمريس بتركيا، وننطلق من هونيك نعمل الجوله.